أول كلمة أشرقت منعوها. مثلا انا بس عايزه اشرب ميه. ماشي حبيبي، اتفضلي اشربي ميه. مامي تمام يا حبيبي. كلمة أشرقت منعوها، هل هي اسم ولا فعل، ماضي ولا مضارع ولا أمر ولا صفة؟ اسمع، عشان هي يعني هي ما يعني هي هذه هي ما الكلمة عندهاش أش، اسم، لأن إيه؟ لأن ليس عندها تاء مربوطة. فهي مش اسم صح؟ تمام. صح. طب نوعها ايه بقى، فعل ماضي ولا مضارع ولا امر؟ اشرقت أشرقت ماضي ماضي. ممتازة، هي فعل ماضي اشرقت. شطورة جدا، احسنت. طب كلمة الشمس ما نوعها؟ سلامة الشمس هذه نوعها إيش؟ اسم، برافو عليكي، ممتازة جدا. طب لماذا هي اسم؟ عشان عندها حرفة الألف واللام. ممتازة، لأنها بدأت بألف ولام، شطورة جدا. طب طارت، طارت طارت أم فعل ماضي؟ ممتازة، هي فعل ماضي. كلمة الصباح، الصباح فعل مضارع. لا ثواني ركزي، هذه الكلمة الصباحنا أيوة الصباح أجل أيوة، اسم. هذه اسم ممتازة، الصباح فهي اسم لأنها بدأت بألف ولام. طب هذا، هذا هو فعل أم صفة؟ فكري تاني، هذا هذا فعل أم كرسي، هذا كرسي، هذا ولد. فعل أمر من؟ لا مرة تانية، احنا قلنا اسماء نعم. الاشارة اللي هي هذا وهذه من انواع الايه، الاسم ولا الحرف؟ الاسم، برافو عليك شطورة جدا. يبقى هذا اسم. طيب احنا هنمسح ده كده عشان عايزين نكتب بقى من هذا اسم، شطورة. إيه؟ طب اقرأي هذه الكلمة كده. ماذا اسمه باين؟ اسمه نعم، اسم وكيف عرفت انها اسم؟ عشان لديها ألف لام. طب ممكن ان تقرأيها، هي طبعا اجابتك صح، بس انا عايزاكي تقرأيها. النشيط شطورة ممتاز. طب هنا اللام لماذا لم ننطقها؟ قلنا النشيط. بسبب هي تكون لأنها لام شمسية ولا قمرية؟ قمرية. أن، سمعنا اللام ولا لأ؟ لا واللام اللي احنا ما بنقرأهاش بتبقى شمسية ولا قمرية؟ قمرية لا تتركت لا انتي، لا وتكتب. انتي شقلبتي، الشمسية تكتب ولا تقرأ، والقمرية تكتب وتقرأ. هنا اللام شمسية، لذلك قلنا النشيط ونوعها اسم، برافو عليكي شطورة. طيب كلمة، الكلمة اللي بعدها تغرد، نوعها ايه؟ تغرد، تغردوا ايوه قطي فعل ايه؟
لا هي ما مغرق، هي مخلصتش لسه، هي لسه بتغرد. فعل مضارع. ممتازة، هي فعل مضارع، تغرد من الأفعال المضارعة. شطورة. طب خرجت، خرجت. خرجت فعل ماضي. أحسنتي، هي فعل ماضي. طب أعطيها، أعطيها. أعطيها، هي بصي فعل ركزي فيها ماضي. شوية، أعطيها. فعل مضارع. ها؟ لا، ليس يعطيها، أعطيها. فعل ماضي يعني ماضي، ها؟ فعل بيطلب. ماضي ما لا، ما لم هنا أعطاها غير اعطيها، الطاء هنا مكسورة، يبقى هي فعل ايه؟ زي ما فعل قلنا أمر. اخرج. ايوه فعل ايه؟ أمر ايوه ممتازة جدا، هي فعل امر. زي ما نعرفها فعل أمر. كيف نعرفها فعل امر؟ من فهمنا، هو حد بيقول اعطيها، يبقى هو بيطلب مننا ان احنا نعطيها شيء، صح؟ صح. لكن هو ليس، لا، لم يقل ايه، يعطيها، اعطيها. المضارعة، حروف المضارعة هما ياء وتاء وألف ونون. أول ما الفعل يبدأ بحروف المضارعة ويكون في بعض الأحيان آخره ضمة فهذا فعل مضارع. تعالي نشوف الكلمة اللي بعدها، أنت. نوع كلمة أنت، هي دي ضمير مخاطب، يعني لما يكون في شخص قدامي وبتكلم معاه فبقول له أنت تلميذ نشيط، فهي صفا. دايما، نعم، هي ضمير، هي ضمير، فهتبقى نوعها اسم، الضمائر اسم. أنت، فهي نكتة هتكتب هنا بفتح التاء تبع الأسماء. طب اللي بعدها، الطيور. الطيور اسم، برافو عليكي، لأنها تبدأ بماذا؟ ألف بالعاء. ممتازة، لأنها تبدأ بالألف ولام. شطورة. طب اللي بعدها، أعشاشها. ركزي فيها، هي ما فيهاش أي علامة من علامات الاسم، بس هي ليست فعل وليست صفة. ها، هتكتب في ايه؟ أعشاشها. بصي هقولك على حاجة من أنواع الاسم أيضا، المكان، يعني المدرسة، البيت، الحديقة، الغابة، كل ده بيدل على مكان، فهو نوع اسم. ها، أعشاشها، هتبقى ايه بقى؟ اسم ولا فعل ولا صفة؟ هي اسم، مفتاح. هي اسم، أعشاشها هي اسم. نعم. طيب انا بقى بعدها، لازم، هي مش اسم لا زي ما بقاش قلبي. ما هو مش شرط ان الكلمة تكون اسم يكون فيها علامة من علامات الاسم، بس نفهمها، هي الأعشاش دي ايه؟ مش نباتات؟ مش اي، يبقى هي نوعها ايه؟ مش احنا لسه قايلين ان النبات انواعه، النوع هو اسم، يبقى أعشاشها
ماشي، يعني أنا أول مرة أعرف يعني إن أنا عايشة فيها. طب تعالي نشوف كده الكلمة اللي بعدها. تبحث نوع ايه، اسم ولا فعل ولا صفة؟ أما مضارع، يعني فعل فعل مضارع. ومضارع. ممتازة، برافو عليكي. تبحث، ممتازة. تبحث طب يعني فعل مضارع. يعني تفتش، يعني ايه؟ تبحث يعني تبحث هي فعل مضارع. تبحث برافو عليك، هي مستمرة في البحث فهي فعل مضارع. طب الكلمة اللي بعدها العالي. افتكري بقى لما قلنا بعيد وقريب وطويل وقصير وعالي ومرتفع، يبقى ده هنقول عليه ايه؟ قولي العالي، يعني هو يبقى اسمه لازم تنسي. هي نوعها اسم، برافو عليك، عشان تبدأ بألف ولام. بس اسم نوعه ايه؟ صفة. صفة، اسمه بصف صفة. حاجة عالي، العالي. العالي طب يرفرف، يرفرف يرفرف. فعل مضارع. ممتازة، فعل مضارع. طب كلمة جميل، أم إيه؟ اسم نوعه ايه؟ احنا قلنا جميلة ومهذبة ونشيطة وبعيد وعاد. صفة، برافو عليكي. جميل هنا نوعها صفة، أحسنت. اترك. في شخص بيطلب مني بيقول لي اترك. اترك يبقى فعل ماضي. لا هو ما اشترك، هو لسه، هو بيطلب وأبي مني، فعل مضارع نفس هو الكلمة. مش يترك. اترك، اخرج، ادخل، اكتب، اشرب. يبقى هنا حد بيطلب طلب مني، فعل امر، مضارع. امر. ايوه اترك، دايما هتلاقي الفعل الامر اخره سكون. بصي هي الكاف ساكنة. طب الرزق، أنا عارفة يدرس كنكتبها لك، يعني أنا عارفة. هي اسم ولا فعل؟ برافو عليكي. طب لماذا هي اسم؟ ليس هي تبدأ بإيه؟ ليس تبدأ بال ألف ولام. ألف برافو عليك، ولام. شطورة جدا، ايه الخط الجميل ده، شطورة. طب ملوثة نوعها ايه؟ آخرها تاء مربوطة وتنوين، يبقى نوعها ايه يا شطورة؟ نوعها فعل ماضي مضارع. ها آخرها تاء من علامات ايه؟ اللي هي الرسمة اللي احنا رسمناها. ايوه، من علامات مين؟ أما علامات الاسم اجل، يبقى ملوث، ملونة هي ايه؟ اسم تنتهي اسمها اسم بتنوين وتنتهي بتاء مربوطة. طب اخر كلمة بقى، مدهشة. مدهشة. هي يعني فين المضارع؟ مدهشة اخرها ايه؟ حرف ايه ده؟ مربوطة يعني اسم. برافو عليك، يبقى نوعوها اسم. صعب اللي احنا اخدناه النهاردة؟ لا سهل، الحمد لله. طب يا حبيبتي كده انهينا، اتمنى اشوفك ان شاء الله المرة المقبلة على خير. اشوفك على خير يا شطورة، وفي رعاية الله. السلام عليكم، مع السلامة، باي باي. السلامة.